وبحمد الله عز وجل أكرم إن الله عز وجل بقراءة كل مؤلفات ابن القيم عليه رحمة الله. والحقيقة لم يمر علي موضع في كلامه أجل وأمتع وأحسن في نفسي من كلامه رحمة الله عليه في تعليقه على حديث الله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب الحديث. لم يمر علي من كلام ابن القيم كلام أجمل من كلامه المعنون بالسر الأعظم. وأدعوكم الحقيقة لقراءته، موجود في منزلة التوبة في مدارس السالكين، كلام في غاية الإمتاع، في غاية الحسن وغاية الجمال، ويدرك الإنسان منه عظيم فضل الله عز وجل وعظيم رحمة الله عز وجل. والحديث إذا تأمله الإنسان وتدبره يدرك أن هنالك أغوار في أقوال الله عز وجل وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفضي إليها إلا الخلص من البشر. وارجع إلى كلام ابن القيم عليه رحمة الله في هذه القضية. فالذنب والمعصية توجب فرح الله عز وجل بتوبة العبد. ولذا من المسائل الجميلة اللي فرضها ابن القيم ولتؤكد هذه الحقيقة، تؤكد حقيقة إن ترى حالة الإنسان في ملابسته للذنب والمعصية ليست هي نهاية المشوار، ليست نهاية الطريق، بل يمكن أن يعقبها من العبودية لله عز وجل ما يكون الإنسان بعدها أجل قدرا ومقاما من حاله قبل الذنب والمعصية.